تعليم الكوميديا طبعا حاجة صعبة. تعليم الكوميديا، الكوميديا موهبة، لازم من في الموهبة الأول أنا أوجهه. لما لو من واحد دمه تقيل أو يضحك أو زي كده تبقى مشكلة. بالنسبة للسينما، السينما يعني السينما زي ما انتم شايفين ملهاش كبير، ملهاش تعافي وملهاش كبير، يعني تروح وتيجي، في منتجين معينين مسيطرين عليها وبياخدوا ناس معينين فيها، ما بتأثرش فيا الحكايه دي. انما لو جاني دور حتى 5 دقائق في فيلم، 6 دقائق في فيلم وعجبني بعمله، يعني بطلع الناس سايبين الفيلم كله فاكرين الحته دي. فالتلفزيون غطى على كل حاجة.